السلام عليكم. اليوم يا شباب نتكلم عن المحاضرة الخامسة بتيمية 75 بي. كالعادة بعض الأشياء حنشرحها زيادة، في أشياء ما راح أشرحها أصلا، واحتمال يكون في أخطاء. مرجعكم الأول والأخير هو الكتاب يا شباب. اليوم من بلوك 4 بارت 3 حنتكلم عن النص الأولاني سكشنز 1 2 و 3. What is e-government؟ e-government الإي معناها إلكترونيك، فهي حكومة إلكترونية. الفكرة أنه الخدمات اللي الحكومة قاعدة تسويها حاليا لما أنت تضطر تروح للقطاعات الحكومية أو الجهات الحكومية، هالكلام هذا حيصير إلكترونيك بطريقة أو بأخرى، وحنتكلم عن هالموضوع كيف حيصير. فبالدول المتقدمة أوريدي شغالين بهالموضوع، أمريكا ببريطانيا باليابان شغالين بخطط إي جوفرمنت. الفكرة أنه تطوير للحكومة، بس بالمقابل حتحتاج شغل كثير والكوستس أيضا حتكون عالية. بالإي جوفرمنت حيكون في يوتيلايزيشن للاي سي تيز الموجوده بالايام هذه. طبعا هذه حتستخدم على اساس ان نقدم سيرفيسز بطريقه الكترونيه، حيكون في ارمون انفورميشن اكسس، وحنستخدم فيها داتابيسز اللي حتكون انفراستراكشر تبع كثير من الخدمات هذه. من اول محاضره يا شباب خلي انبه عليكم، داتابيسز واناليسز زي ما تقول لا اله الا الله وتكملها محمد رسول الله، بس نقول داتابيسز انت على السريع تكملها اناليسز. اوكي، الداتابيسز محتاجة كثير اناليسز. ليش؟ نفس المعلومات ممكن طرف ياخذها وطرف ثاني ياخذها، كل واحد ايش محتاج من هالمعلومات يرتبها بطريقة معينة بحيث تناسبه، ولذلك نقول اناليسز. انت تاخذ نفس المعلومات بس ترتبها بالطريقة اللي تناسبك. حنتكلم شوية بعدين ايضا عن ليجاسي سيستمز وعن الاكسمر. بايومتريك داتا، بايومتريك ايش معنات بايو؟ بايو من بيولوجي، بايو معناها حيوي، ومتريك معناها measurements. فبيومتريك IDs معناها بطاقات تعرف أو وسائل تعرف عن طريق البيومتريك data تبع البني آدم، مثلا القزحية تبع العين الإيريس، قزحية الجزء الملون من العين، أو البصمة مثلا، أو الوجه كشكل عام الصورة. وحنتكلم على uses تبعها فيما بعد. usability و accessibility حنشرحها بالمحاضرة الساسة إن شاء الله. يبدأ الكتاب يكلمك عن دوكيمنت سووها ببريطانيا اسمها Modernizing Government. الفكرة من هالدوكيمنت هذه انه قاعدة تناقش المشاكل الموجودة حاليا بالحكومة وكيف نتغلب عليها والمزايا تبع الحكومة، وتتكلم عن شوية اشياء ايضا خاصة بالإيجوبرمنت. بالدوكيمنت يتكلم عن الاشياء اللي تضطرك تراجع للقطاعات الحكومية، مثلا لما تتزوج يجيك ولد، لما تتخرج تروح تصدق شهاداتك، التاكسز الزكاة، كل هالكلام هذا انت محتاج تراجع القطاعات الحكومية. المشاكل اللي من هالموضوع هذا انه اول حاجة تروح القطاع حكومي مباشرة يقولوا لك عبي بياناتك، يعطيك فورم مثلا، وبعدين بعد ما تخلص تروح القطاع الثاني ترجع تعبي نفس البيانات. احيانا عند نفس الموظف يعطيك اكثر من فورم ونفس البيانات مطلوبة أكثر من مرة، فهالتكرار هذا مشكلة. بعدين كثير تصير أنك تروح الوزارة تقول لهم عندي المشكلة الفلانية، يقولوا لك ما نعرف والله إيش الحل، يقول لهم طب مين يعرف، يقول لك أيضا ما نعرف. فبالقطاعات الحكومية بالعادة ما في بني آدم واضح هو الخبير بالسيستم يقدر يجاوبك الإجابة الواضحة. هو هالبني آدم موجود بس في مشكلة الوصول لي. بعدين بالعادة عندك no full picture of services provided. أحيانا المشكلة اللي عندك يكون فيها أكثر من حل، حل يناسبك أكثر من الحل الباقية، بس بالغالب الموظفين يدو إذا يعرف حل واحد. آخر حاجة ما في use of technology, very minimal use، وهذه أيضا مشكلة. الآن في عندكم مقطع بايخ شوية بالكتاب يتكلم عن الريفرنسينج، أنا أتمنى ما يجيكم بس الاحتياط لازم تدرسه. الارتيكل تبع Modernizing Government هو الكاتب أخذ منها باراجرافين أو ثلاثة حطها بالكتاب as is، فبهالحالة بس يخلص من الباراجراف لازم يكتب الريفرنسينج تبعها. عندكم بالسطر الثاني example cabinet office 1999 page 23. بعدين لما تخلص الارتيكل تبعك كلها أو الكتاب تبعك تحط citation مطول مكتوب عندكم أيضا بالسطر الرابع cabinet office 1999 Modernizing Government London cabinet office. فهذه طريقة الريفرنسينج المتبعة يسموها الهارفارد سيستم أو يسموها الأوثر ديت، تبدأ بالأوثر cabinet office وبعدين بالديت 1999. يكلمك بعدين شوية بخصوص الريفرنسينج، يقول لك بعض المقالات لما تيجي تاخذ مقالة من مكان ثاني يكون في أكثر من كاتب، طب هالحالة مين الكاتب اللي تحطه أنت بالريفرنسينج تبعك؟ يقول لك إذا الكاتب اللي كتب الجزء اللي انت ناسخه
معروف وواضح فبها تحطه، إذا ما مو مبين أنت تجتهد وتسوي اللي عليك. بعدين page numbers يقول لك إذا أنت أخذت مقطع خارجي واحد فقط فالحالة page number أنت تقدر تحطه بعدين بالنهاية بالreference list بآخر الارتكل أو الكتاب، بس إذا استخدمت أكثر من قطعة منسوخة as is بهالحالة كل قطعة لازم تحط page number جنبها مباشرة. activity 1 في عندكم مثال يقول لك سوي proper citation and referencing. نرجع مرة ثانية للmodernizing government يقول لك الحلول اللي شفناها قبل، الحلول المشاكل اللي شفناها قبل شوية انه نسوي modernization نحطها لسيرفيسز تبع الحكومة بطريقة اونلاين. examples احنا already عندنا بالسعودية في عندنا بوزارة الداخلية بوزارة الخارجية كل واحد صار عنده موقع وصار في خدمات تقدم عن طريق هالمواقع هذه. الان نتكلم احنا بهالمنطقة من الكتاب عن وجهة نظر بالإي جوفرمنت. الآن إي جوفرمنت في وجهة نظر، ممكن إحنا السيتيزنز المواطنين كيف ننظر لها، ممكن الحكومة كيف تنظر لها. هنا بهالمقطع قاعد يركز الحكومة كيف قاعدة تنظر المشروع الإي جوفرمنت اللي قاعدين يفكروا فيه إنه كل خدماتهم أو أغلبها، طبعا كلها صعب جدا، فبالغالب أغلب خدماتهم حتكون موجودة أونلاين. الحاجة الثانية bring online services together، الفكرة إنه كل قطاعات الحكومية تشترك بحيث يكون الويب سايت تبعهم واحد ومرتب. فنرجع مرة ثانية الـ current application of e-government سواء بأمريكا ببريطانيا أو حتى بالسعودية يقول لك الـ current application of e-government ناقصه consistency وفي مليان redundancy. بمعنى أنا مثلا من يوم ما طلع نظام ساهر صرت مضطر أشيك على الويب سايت على أساس أشوف عندي مخالفات على السيارة ولا لا، لما دخلت أدور على المواقع اللي أعرف عن طريقها عندي مخالفات ولا لا اكتشفت انه في 3 مواقع تأدي نفس الخدمات، موقع الداخلية والرود ترافيك وموقع ساهر، ومو بعيد يكون في مواقع اخرى تقدم ايضا نفس الخدمة. فالفكرة انه كل واحد عنده مناقصة وعنده ميزانية وقاعد يسوي خدماته بدون اي تنسيق مع القطاعات الثانية، فهذه مشكلة. ما في ويب سايت واحد يلم لك كل حاجة، والويب سايت بالعادة ما توصلك للويب سايت الثانية، دبر نفسك. فهذه مشكلة بالcurrent application of e-government سواء بالسعودية أو بغيرها. بعدين يطرح لك نقطة، هل المودرنايزيشن التطوير هل هو دائما improvement؟ يقول لك مو شرط، أحيانا يكون في اعتراضات في مشاكل ممكن تصير، هنفصل بعد شوي عن هالموضوع. activity 2 قاعد يقول لك إيش مزايا e-government عن الgovernment العادية conventional government services. فأول حاجة قاعد يقول لك at distance، أنت الآن مو مضطر تروح للوزارة علشان تتابع إجراءاتك، صار فورم موجود أونلاين مباشرة، وأحيانا حتى الفورم تقدر تسوي له سبميشن أونلاين حتى. الحاجة الثانية أنت ما عدت ملزم بدوام الوزارات أو القطاعات الحكومية، صرت مباشرة تقدر تطلع الفورم تبعهم أو الشروط تبعهم أو المعلومات بأي لحظة. بعدين الكوست التكاليف متوقعة تقل والكواليتي تزيد. ليش؟ الكوست لأنه ببساطة عدد الموظفين اللي داخل الجهات الحكومية حيقل، حيقل عدد المراجعين فمو محتاجين نفس العدد من الموظفين. والكواليتي كيف تزيد؟ احنا قبل شوية قلنا انه ما في خبير واضح بالسيستم، صح ولا لا؟ لما حيجي يسوي e-government project بكل بساطة حيروحوا لهالخبير، هم بالوزارة عارفين، احنا كمراجعين للوزارة احنا مو عارفين، والموظفين اللي بالبوابة مو عارفين، بس بالوزارة at some point عارفين انه في عندهم الخبير الفلاني والخبير الفلاني. طبيعي لما يكتبوا خدمة يكتبوا معلوماتها او يحطوا الفورم تبعها حيرجعوا للخبير، فالكواليتي حتكون عالية بالويب سايت لانه المتخصص بهالموضوع هو اللي كتب هالجزء. اخر حاجة عندك الـ availability of documents and forms طبعا حتكون دائما موجودة. بالمقابل activity 3 قاعد يقول لك ايش المشاكل المتوقعة لما نسوي e-government. اول حاجة قاعد يقول لك انه بالـ e-government احنا قللنا عدد الموظفين، بس لا يزال في ناس عندهم مشاكل، ناس ما عندهم انترنت، ناس ما عندهم كهرباء، ناس ما يعرفوا يتعاملوا مع الكمبيوترات، فهذولا مضطرين يراجعوا الوزارات والقطاعات الحكومية. فهذولا 1 على 10 يوصلوا 200 يوصلوا 400، هذولا لما يروحوا القطاعات الحكومية حيلاقوا عدد اقل من الموظفين، فالكواليتي تبع السيرفيس ليهم بالكونفنشنال سيرفيسز حتقل. بعدين يقول لك الكوست سيفينج الترناتيفز، يقول لك احنا قبل شوية قللنا الكوست عن طريق تقليل عدد الموظفين، بس تقليل الكوست مو هذه الطريقة الوحيدة اللي نقدر ننجز تخفيضات بالميزانية، في طرق أخرى
مثلا انه الفورمز بدل من الموظف يعبي لك الفورمز تبعك، ببساطه الفورمز تكون موجوده اوريدي بالوزاره عند المدخل ولا بغرفه معينه، تروح انت تاخذ الفورم وتعبيه بنفسك. اكتيفيتي 4 قاعد يقول لك دي اس اس اللي هو الديبارتمنت اوف سوشيال سيرفيسز هاندلز 160 مليون تليفون كولز ييرلي، تجيهم 160 مليون اتصال بالسنه، كل مكالمه قاعده تكلف الديبارتمنت هذا 2.4 باوند للمكالمه. طيب اذا هالديبارتمنت سوى ويب سايت ومن كل هالمكالمات 2% بطلوا يتصلوا وصاروا يدخلوا على الويب سايت، كم السيفنج اللي حيصير عندنا بالسنه الواحده؟ خلينا نشوف كيف نحسب هالمثال. احنا الان عندنا 160 مليون، اوكي، والكوست تبع كل مكالمه هي 2.4، فاذا الكوست الكلي تبع كل مكالمات بالسنه الواحده هو 160 مليون ضرب 2.4، فهذا يعطينا الكوست الكلي. طب هو قاعد يقول لك 2% حيبطلوا يتصلوا. طيب لما هال 2% حيبطلوا يتصلوا كم السيفنج؟ فالحاله كل هالرقم ضرب 0.02 اللي هي 2%، فهذا حيطلع السيفنج. اوكي؟ طبعا الان لما اسوي اي جفرمنت الكوست حتقل بالنهايه، بس اول ما نبدا ننشئ السيرفيس نفسها بالاي جفرمنت الكوست طبعا حتكون عاليه، لانه هذه سيتنج اب للخدمه وحيكون في كوست للمينتنس. بس بالنهايه على مدى مثلا 5 سنوات 10 سنوات بالنهايه الاي جفرمنت حتطلع بالنهايه ارخص واوفر. عندكم شويه كلام على الريفرنسنج بالكتاب، ارجعوا اقروا. طيب المودرنايزنج جفرمنت قلنا هذه دوكيمنت قاعده تفصل تفاصيل الاي جفرمنت باليوكي تحديدا. بهالجزء من الكتاب قاعد يقول لك انه كان المفروض يكون في خدمات بالاي جفرمنت شالوها، وكان في ديدلاينز بالاي جفرمنت وغيروها بهالبساطه. ارجعوا الكتاب على اساس تشوفوا التفاصيل. الان اي جفرمنت مشروع جديد، واغلب الدول ما عندها اي جفرمنت من فتره، الكل شغال بهالموضوع بطريقه من جديد. ففي مشاكل متوقعه تصير باي اي جفرمنت بروجكت، منها تكنيكال ايشوز، منها كوستس، منها اكسبرتيز ما حد عنده خبره بهالموضوع، والمانجمنت ايضا ما حد عنده خبره بهالموضوع، واليوزر انترفيس. اي جفرمنت مو مصمم لمستخدمين معينين، هذا الاي جفرمنت حيكون مصمم للكل، انا وانت وابوك وامي للكل. فحتى الناس اللي ما عندها خلفيه بالكمبيوتر لازم يكون بسيط. فكل هذه مشاكل متوقعه بالاي جفرمنت. السيرفيسز تبع الاي جفرمنت مخططين انه تكون متوفره عن طريق البي سيز، الكمبيوترز، بيرسونال كمبيوترز، مو بس البي سيز ايضا، حتكون افيلبل عن طريق الكيوسكس، موبايلز، ديجيتال تي في، وكول اند كونتاكت سنترز. طيب بي سيز عرفناها، موبايلز عرفناها، ديجيتال تي في عرفناها، من المحاضره الثانيه تكلمنا عن الانتراكتيف ديجيتال تي في وعرفنا ايش التفاصيل. طيب كيوسك ايش معناها؟ كيوسك هو كشك. الفكرة كيف جهاز الـ ATM يكون جهاز stand alone، يكون في شاشة مثلا touch ويكون في خدمات، وانت عن طريق المنيوز navigation عن طريق الشاشة أو عن طريق الأزرار تدخل وتسوي عمليات معينة. وبنفس الطريقة أيضا لما تدخل مثلا تروح شركة موبايلي ولا شركة STC أيضا تروح تلاقي زيها الأجهزة بس خدمات خاصة بـ STC أو بموبايلي. فالفكرة أنه حيكون في كيوسكس مشابهة بس حتكون مخصصة لخدمات الإي جوفرمنت. الكول أند كونتاكت سنترز اللي هي زي لما تتصل على خدمة المشتركين موبايلي ولا STC، يكون في سنتر خاص في ناس قاعدين تخصصهم بس أنه يستقبلوا مكالمات ويستقبلوا إيميلات على أساس يردوا. طبعا من هالمنطلق الإي جوفرمنت حيكون الميجوريتي تبع البروجكت متركز على الويب، انه اغلب السيرفيسز حتكون متوفره عن طريق الانترنت. الان سنترال اند لوكال جفرمنت، ايش هذول؟ سنترال اند لوكال، يخيل هالنظام مو موجود بالسعوديه، بس ببريطانيا الوضع كالتالي، في عندهم على شكل هرم، احنا طبعا الناس كالعاده اخر طبقه وما حد سال فينا. عندهم هناك الطبقه اللي فوق الناس مباشره، فوق السيتيزنز المواطنين، عندهم اللوكال جفرمنت، وبعدين على قمة الهرم عندهم السنترال جوفرمنت. السنترال جوفرمنت هذه تخصصها بالأشياء الاستراتيجية، مثلا العلاقات بين الدول، الخطة الخمسية، الخطة الخمسينية، كلام ما يهم المواطنين بطريقة مباشرة. احنا كل تعاملاتنا تقريبا حتكون مع اللوكال جوفرمنت،
لما تروح تاخذ قرض مثلا من الدوله، ولا لما نروح تسجل اوراقك زواج، ولا اجاك طفل، ولا من هالكلام. اغلب هالتعاملات تكون مع اللوكال جفرمنت. في رقم عندكم بالكتاب يقول انه علاقه الببليك بالعاده 80% من علاقه الببليك تكون مع اللوكال جفرمنت مو مع السنترال. في عندكم مقطع بالكتاب ايضا عن الريفرنسنج، ارجعوا اقروه بالبيت. يرجع مره ثانيه اكد عليكم انه بالاي جفرمنت عندهم مشاكل انه الكوبريشن بين القطاعات الحكوميه على اساس يسووا شيرد انتجريتد سيرفيسز، يكون موقع متكامل. وهذا ينقلنا الى البورتلز. ايش معنات بورتل؟ بورتل معناها بوابه. احنا ناخذها بمعنى موقع انترنت، بس هل اي موقع انترنت هو بورتل؟ لا، البورتل بالعاده يكون له خصائص معينه. البورتل يكون مرتب، يكون فيه بالعاده انفورميشن معلومات زائد سيرفيسز وترانزاكشنز معاملات، وبالعاده يكون فيه لينكس. يشبه لك اياها بالكتاب بتمثيل حلو. انت الان لما تروح لشركه عملاقه مثلا، تدخل على مثلا نقول مبنى سابك، لما تدخل على المبنى اول ما تدخل من البوابه الرئيسيه تبع المبنى تلاقي على يمينك على يسارك بوجهك تلاقي لوحه كبيره فيها تفاصيل كل المبنى. مثلا يقول لك بالطابق الاول في الاداره الماليه، بالطابق الثاني مثلا خدمه العملاء، بالطابق الثالث التخطيط والتطوير مثلا. فتلاقي تفصيل واضح للبنايه كلها اول ما تدخل من البوابه الرئيسيه. البورتال قريب من هالمبدا بانه عندك بالعاده يكون مثلا عندك لينكس كامله على اليمين او على اليسار او فوق تبين لك خدمات الموقع كلها بحيث تقدر تدخل عليها بسهوله. اوكي، فمره ثانيه بالبورتلز يكون في انفورميشن، يكون في سيرفيسز اند تراكس اكشنز، حيكون في لينكس سواء داخليه داخل الموقع او توصلك الى مواقع ثانيه ذات علاقه، وبعدين يكون في بيرسوناليزيشن بالبورتلز بمعنى انه يكون عندهم داتابيس لكل المستخدمين. انت بمجرد ما تسوي لوجن يكون عندك معلومات خاصه بك. مثلا ناخذ مثال بالال ام اس. بالال ام اس انت اول ما تدخل تدخل اليوزر نيم والباسورد تبعك، مباشره على اليسار تبين المواد الخاصه فيك، مو مواد خاصه بناس ثانيه ولا كل مواد، فقط موادك انت. على اليمين حتلاقي الكالندر، الكالندر هذا فيه المواعيد اللي تمك انت فقط، ويكون فيه ايضا كاستمايزيشنز خاصه فيك انت تحديدا. فهذه البورتلز انفورميشن services and transactions، links سواء داخلية أو external مواقع ذات صلة، يكون في personalization ويكون في databases. يقول لك كل ما زاد السيستم complexity كل ما صار أكبر بالعادة هيحتاج databases، والdatabases قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فdatabases تساوي analysis. أوكي، كل ما زاد السيستم صار أكبر وكل ما صار معقد أكثر كل ما محتاج database. الداتابيس لازم تكون مصممة بعناية أكثر، مو بسيطة مثلا وزارة ولا موقع مهم يجي يحط داتابيس ويكتشف بعدين غلط وكل السيرفيسز داون يرجع يبني الداتابيس من أول وجديد ويعدلها. فالاناليسيس از فيري امبورتنت. اوكي، اكتيفيتي 6 هذا خاص ببريطانيا، ما لكم علاقة به. فإذا مرة ثانية يا شباب، الاي جوفرمنت وحتى الترانزاكشن ويب سايتس الكبيرة كلها تعتمد على الداتابيسز. ترانزاكشن ويب سايتس زي مثلا امازون ولا الاي باي. مرة اخرى نأكد اناليسز لما نسوي داتابيسز. احنا بالكومبلكس بروجكتس بالعادة نستخدم ريليشنال داتابيسز على اساس نربط المعلومات مع معلومات اخرى ونطلع علاقات بيناتهم. بالداتابيسز يا شباب عندنا نوعين، عندنا ريليشنال وعندنا فلات. الريليشنال من relation معناها بينها علاقات، والفلات مسطحة. أوكي، في ناس تسميها أسماء ثانية، يقول لك الفلات databases إحنا أصلا ما نعترف إنها databases. by the way الفلات databases زي spreadsheets جداول tables عادية. ففي ناس تقول لك هذه مو database أصلا فنسميها tables، وبالمقابل relational database نسميها مجرد database لأنه هذه database حقيقية. أوكي، فagain relational database أو database بالمقابل flat database أو table. اوكي، الان بالداتابيسز الاسماء نغيرها عن السبريدشيتس. من السبريدشيتس متذكرين كان عندنا رو وكان عندنا كولوم. الان الرو حنسميه ريكورد، وعلى اساس ما تخربطوا رو وريكورد دائما يبدو بحرف الار. بالمقابل كولومز حنسميها فيلد. اوكي، الان قواعد البيانات في معلومة يخيل لي هذه تنطبق على الداتابيسز القديمة، مو متأكد إذا الجديدة أيضا ولا لا. يقول لك بالفيلد نيمز لازم ما يكون في فراغات، الفراغات غير مسموحة.
فلما تكتب مثلا محمد حسين لازم تحط بيناتهم مثلا نقطة أو أندرسكور أو داش، ما يصير تترك فيه فراغات. الآن Data Types اللي بال Databases هي نفسها اللي كانت موجودة بال Spreadsheet، واللي كانت إيش؟ كان عندنا Text وكان عندنا Numbers وكان عندنا Dates. أوكي؟ مهم تحديد Data Types. ليش؟ لأن كل Data Type فيه له Functions، وظائف معينة. وظائف اللي تنطبق على التاريخ ما يصير تنطبق على الأرقام، اللي على الأرقام ما يصير تنطبق على التكست، وهكذا. أوكي؟ بالداتابيس في مصطلح عندنا اسمه كويري. كويري معناها استفهام أو استعلام. أوكي؟ فعلى أساس نطلع معلومات من الداتابيس إحنا محتاجين software خاص نسميه query language. الآن بالكويري إحنا لما نشوف جدول as humans مخنا مصمم إنه يستوعب هالجدول على السريع ويطلع علاقات مباشرة، ما تأخذ منه جهد. machines and computers الموضوع مو بالبساطة، محتاجين software. هالسوفتوير هذا نسميه Query Language. أشهر مثال هو الـ SQL اللي هي Structured Query Language. الآن هذا مثال يا شباب على Flat Database أو نسميه Table. أوكي؟ هو فعلا يشبه الـ Spreadsheet تماما. أوكي؟ فهالجدول هذا قاعد يحاول يربط العلاقة بين الطلاب وبين الكورسات اللي ياخذوها. فعندنا أول حاجة النيم، بعدين الأدرس، بعدين البوستكود، بعدين كورس 1 وتفاصيل كورس 1 كورس سيشنز، بعدين كورس 2 وتفاصيله، وبعدين كورس 3 وتفاصيله. طيب هالجدول هذا في عدة مشاكل. أول حاجة ملاحظين الفراغات، في عندنا كثير فراغات. إحنا بالنسبة لنا كهيومنز سهل إنه نطنش هالفراغات، لا تعنينا أي شيء، بس بالنسبة للكمبيوتر هذه تأخذ بروسيسنج، تأخذ حيز مساحة على الهارد ديسك، وتأخذ بروسيسنج تايم لما نقعد يسوي سيرتش فيها. فهذه مشكلة. المشكلة الثانية في عندنا تكرار. لاحظوا مثلا oil painting، كما مرة oil painting، كما مرة oil painting، فثلاث مرات. تخيلوا الآن لو حبينا نعدل oil painting هذه من رسم زيتي إلى مثلا رسم مائي، مثلا water painting مثلا أو water coloring، محتاجين إحنا نغير بمكان، مكانين، ثلاثة. طب لو نسينا نغير مكان منهم، أول حاجة لازم نقعد ندور على كل التكرارات، ولو نسينا واحد بالغلط معناها صار في عندنا أخطاء بالجدول. فهذه مشاكل الفلات داتابيسز أو التابلز. فمرة ثانية نرجع نعيد، بالتابلز they are inefficient. ليش؟ لأنه في عندنا empty spaces وفي عندنا repetition، ولما نسوي updating للrepetition معلومة متكررة أكثر مرة ونسوي لها update أو editing يصير عندنا inconsistencies، عدم توافق أو عدم تطابق. حل هالمشكلة إنه نستخدم أكثر من جدول. الآن بالداتابيس قلنا داتابيس لا إله إلا الله محمد رسول الله analysis. أوكي؟ فلازم نسوي analysis. لما نسوي analysis ونطلع من table واحد عدة tables في عندنا قواعد. إحنا بهالكورس بس قاعدين ناخذ introduction للداتابيسز، فهيكون عندنا فيه قاعدة واحدة فقط. rule 1 هي one table per entity. أوكي؟ فجدول واحد يكون فيه entity واحدة فقط لا أكثر. إيش معنات entity؟ entity is a thing. أوكي؟ distinct thing، حاجة مميزة. أوكي؟ تكون tangible or intangible. إيش معنات tangible؟ معناها ملموس أو محسوس. زي إيش؟ زي الطلاب مثلا محمد ولا سمير، أو حتى ممكن مثلا مباني. المبنى حاجة محسوسة، مبنى المحاسبة، مبنى السبورت، تكنيكال سبورت مثلا. بالمقابل intangible معناها حاجة غير محسوسة. تصنيفها ممكن يكون events، مثلا سباقات F1 مثلا، Formula 1 بالبحرين مثلا، السباق اللي في شهر فبراير، السباق اللي في شهر ديسمبر. ممكن أيضا تكون concepts. زي إيش؟ زي حساب بنك. حساب البنك هو مبدأ، concept، فكرة، يكون في صاحب حساب ويكون في البالانس تبع الحساب، ويكون في عمليات قاعدة تتكرر بالسنة يخصموا منه يضيف عليها وهكذا. فهذه تعتبر concept. أوكي؟ الآن في عندنا حاجة اسمها instances. إيش معنات instances؟ أنتوا مثلا الآن طلب، أوكي؟ وأنا محتاج أحط درجاتكم بجداول، فأنتوا اتفقنا أنه الطالب entity. هل معقول لكل طالب أحط له جدول خاص؟ مو منطقي طبعا. اللي يصير أنه أنا أحط category حاجة رئيسية entity هي الطالب،
ومنها الطالب في أمثلة، مثلا سمير، مثلا محمد، مثلا عبد الله، أوكي؟ فكل طالب من هالطلاب هو بالنهاية طالب، فهعتبره instance. instance معناها مثال، أوكي؟ instance هذه إنه نسوي حاجة رئيسية، وكل حاجة تتبع هالحاجة الرئيسية نسميها instance. هذا مبدأ مهم بالداتابيسز، وحيكون مهم عندكم بالبرمجة أيضا، أوكي؟ آخر حاجة عندنا attribute. attribute هي صفة أو ميزة، هذه تكون تابعة للانتيتي. مثلا أنت طالب محمد، مثلا عمرك 23، الجنس ذكر أو أنثى مثلا، أوكي؟ فهذه تعتبر attributes، هذه صفات مكملة بس مو رئيسية بحد ذاتها، لما تكون حاجة رئيسية entity. كيف نحدد إذا حاجة عندنا هل هي attribute ولا entity؟ هذا يعتمد على السياق وعلى التحليل. نفس المعلومات، عد واحد ممكن تعتبر entity، عد واحد ثاني حسب استخدامه ممكن تعتبر attribute لأنها غير ذات أهمية، أوكي؟ فنعتمد على الكونتكست، الموضوع، السياق تبع التابلز، ونعتمد على الاناليسز. اكتيفيتي 7 اقروب البيت. الان حنفصل، احنا اتفقنا انه الفلات تيبلز حنحولها الى سيفرال تيبلز، اوكي؟ فحنرجع على التيبل السابق، هذا التيبل حنقسمه نشوف وين الانتيتيز، وزي ما قلنا في القاعده تبعنا one table per entity، فمعناها لكل entity one table، اوكي؟ بالتيبل واحد في one entity. إحنا الآن حنفصل الأشياء الرئيسية. إحنا الأشياء الرئيسية اللي عندنا هنا، عندنا الطلاب، فالنيم، أوكي؟ والحاجة الرئيسية الثانية أدرس، هي صفة للطالب. بوست كود صفة للطالب. الكورس قاعدة تتغير، الكورسات الطلاب منزلين أكثر من كورس، والكورس فيه أكثر من طالب، فالكورس صار عندنا حاجة رئيسية. فمعناها النيم الطالب هنحطه بتيبل، والكورس هنحطه بتيبل. هذا التيبل الأول صار عندنا الستودنت، الفاميلي نيم، الجيفن نيم، ادرس، بوست كود، بلا بلا بلا. الان يقول لك الانتيتي لما نحط منها انستنسز على اساس تكون واضحه ومميزه، لازم الانتيتي كل انستنس يختلف عن الثاني. انا الان مثلا اسمي محمد حسين، لما تروح المدرسه ولا الجامعه تقول محمد حسين، حيردوا عليك 4 5، فهذه مو حاجه مميزه، اوكي؟ فلما تكون الانتيتي عندنا الانستنسز تبعها مو غير مميزة، قابلة للتكرار، أسهل طريقة إنه إحنا نسوي automatic numbers، نفس اللي سوينا إحنا هنا student index. فأنتوا مثلا من الجامعة، لما أجي أسألك تقولي مثلا محمد إبراهيم، محمد إبراهيم مين؟ ما أسألك على محمد إبراهيم، مباشرة أسألك على ال ID number، لأنه رقم مميز، رقم ال ID تبعك ما راح يتشابه مع أي طالب ثاني، أوكي؟ فبالتابلز إذا كانت الانتيتي قابلة للتشابه، مباشرة إحنا نسوي entity جديدة تكون بالعادة automatic numbers generated numbers. الآن التابل الثاني هو الكورس كود، أوكي؟ فالكود الكورس كود بالعادة مميز، ما في كورس الرقم تبعه يتشابه مع كورس ثاني. وبعدين عندنا اسم الكورس، وعندنا sessions، وعندنا التكاليف الفيز، أوكي؟ طيب الآن كان عندنا تابل واحد وقاعدين نشوف العلاقة بين الأشياء، صار عندنا two tables منفصلين، فسوينا سفر، فعملنا separate tables منفصلة بس بطل في علاقة نقدر نشوفها، فحنضطر نرجع نسوي linking بين هالtables، بس هالمرة linking حيكون منظم أكثر، حنستخدم keys. إيش هو الكي؟ هو بالعادة الentity بالتيبل، إحنا اتفقنا إنه لازم نخليها unique، صح ولا لا؟ أوكي؟ فالكي لازم يكون unique، وإذا ما كان unique زي بحالة الأسماء مثلاً، احنا نسوي كي جديد ونخليه generated numbers او generated keys، اوكي؟ هذا التيبل الاولاني student index هو حيكون الكي تبعنا، اوكي؟ وبهالتيبل الكورس كود هو حيكون الكي. activity 8 اقروب البيت. فمرة ثانية بالrelational databases اللي هي databases الحقيقية، احنا نربط الجداول، وإحنا again كنا جدول واحد في entity واحدة، فبطريقة أخرى قاعدين نربط ال entities مع بعض عن طريق keys، أوكي؟ لما نربطهم نستخدم حاجة اسمها joining tables. فإحنا الآن صار عندنا نوعين من الجداول داخل relational database، النوع الأول هو entity tables، والنوع الثاني هو joining tables، أوكي؟ بالjoining tables العلاقة
نستخدم الجوينينج تيبلز لما تكون علاقة بين entities many to many. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا joining table بين التيبل الأولاني تبع students والتيبل الثاني تبع courses. أوكي؟ فصرنا رابطين بين الكيز. طيب إيش معنى العلاقة many to many؟ لاحظوا أنتم، أول طالب مونا عدها منزلة 200 E1 و E6. أوكي؟ بالمقابل E2 منزله colon، وأيضا E2 منزله ديليا، ومكرر أكثر من مرة. أوكي؟ فالعلاقة من الطالب إلى الكورس one to many، معناها الطالب الواحد يقدر ينزل many courses. وبنفس الوقت العلاقة من الكورسز إلى students أيضا، عندنا الكورس الواحد في أكثر من طالب، فإذا one to many. ف one to many من جهة، one to many من جهة الثانية، صارت العلاقة many to many. أوكي؟ فأجين يا شباب اتذكروا، فقط بالmany to many relationships إحنا نستخدم joining tables. قلنا الآن الفكرة من relational databases إنه شيل التكرار، صح ولا لا؟ طيب أنت هترجع تقول لي طب الواحد والواحد مكرر مرتين، والاثنين والاثنين مكرر مرتين، والE2 والE2 أيضا مكرر مرتين، طب وين التكرار هذا اللي المفروض نشيله؟ نقول لك إنه بالjoining table العلاقة تكون، إحنا شلنا repetition كالتالي: هذا صار يونيك، واحد student number one ينزل E1 مرة واحدة فقط، ما ينزلها مرة ثانية. أوكي؟ وبنفس، وهذا أيضا يونيك، وهذا يونيك، مع أنه الثلاثة متكرر أكثر من مرة، بس الثلاثة لما تكرر بالمرة الثانية أخذ T10، أخذ E10، فصارت علاقة جديدة. أوكي؟ فهذا اليونيك بالjoining tables. أوكي؟ لاحظ أنت الآن لما تعدل attribute للE1 صرنا محتاجين نعدله مرة واحدة، مثلا أوقات الE1. بالجدول الأول كنت محتاج تعدل أوقات الE1 مثلا أكثر من مرة إذا كان متكرر أكثر من مرة. الآن لا، الE1 لما تعدل موعده تروح على التيبل اللي فيه الE1 اللي هو التيبل تبع الكورس كودز، وتروح تعدل الاتريبيوت تبع الE1 مرة واحدة، فصار عندنا consistency. أوكي؟ ولاحظوا هل في فراغات بهالجدول؟ ما في فراغات. نرجع للتيبلز اللي قبلها، هل في فراغات؟ هنا ما في فراغات، ونفس الحاجة هنا أيضا ما في فراغات. فمرة ثانية نعيد يا شباب، بالريليشنال داتابيسز تتكون من نوعين من الجداول. أول نوع الانتيتي تيبلز، وإحنا قلنا القاعدة هي one table per entity، والتيبلز الثانية هي الجوينينج تيبلز. أوكي؟ الآن إحنا بالمثال تبعنا كان في عندنا فقط two entity tables و one joining table. أوكي؟ بالريليشنال داتابيسز الأكبر بالعادة يكون أعداد أكبر، سواء من الـ entity tables أو من الـ joining tables، وأحياناً حتى الـ joining tables ما يكون في عندنا ولا جدول. متى ما يكون عندنا ولا جدول؟ إذا كانت العلاقة not many to many. الآن إذا عندنا العلاقة one to many إحنا ما راح نحتاج joining table، حنفصل الكلام بعد شوية. فنرجع مرة ثانية، إحنا كان عندنا مشاكل بالـ flat database أو بالـ table، حولناها إلى relational database. علاقات الماني تو ماني صرنا ما نحطها داخل الانتيتي تيبلز، صرنا نحطها بالجوينينج تيبلز. اوكي؟ وبنفس الوقت الريبيتيشن شلناه، صار تعديل واحد للاتريبيوتس صار كافي انه نحل المشكله. نيجي للنورماليزيشن. النورماليزيشن مصطلح مهم جدا بتكوين الداتابيسز. النورماليزيشن ينص على انه احنا قاعدين نقلل الريبيتيشن، التكرار. كيف؟ بانه كل تيبل entity واحدة فقط زائد attributes، attribute واحدة 15 attribute it doesn't matter، المهم one entity. أوكي؟ فالمشكلة بالtable الأول الflat database إنه كان فيه أكثر من entity واحدة، ومو بس مكفي إنه فيه أكثر من entity، قاعد يحاول يربط بيناتهم، هذا مو شغله، مو تخصصه. أوكي؟ طيب activity 9، خلينا نشوف هالمثال. يقول لك عندنا جدول، خلينا نحاول نسوي له normalization بأنه نفصله إلى entity tables و joining tables. فيقول لك حدد الـ entities والـ attributes. هذا الجدول عندنا committee، meeting time، member، وتليفون number. طيب committee إيش معناها؟ لجنة. طيب committee الآن هل نعتبرها entity ولا attribute؟
لاحظوا يا شباب انه الكوميتي هذه ليها خصائص meeting time، فاذا في الحالة هنعتبرها entity صح ولا لا؟ طيب والmeeting time ما هو خاصية تابعة للكوميتي؟ اذا في الحالة meeting time هنعتبره attribute. طيب المنبر attribute ولا entity؟ في حاجتين ممكن تدلك انه المنبر هو entity. اول حاجة انه ليه خصائص، اوكي. الحاجة الثانية انه لاحظوا مثلا خلينا ناخذ باتيل، مثلا باتيل هذا داخل بهالكوميتي وبنفس الوقت باتيل كوميتي ثانية، اوكي. فبهالحالة احنا نصنفه انه هذا entity لانه العلاقة صارت complex، بطلت one to one، صارت one to many أو many to many، وهذا اللي حنشوفه بعد شوية. فإذا النورماليزيشن تبعنا كيف حيصير؟ حيكون هذا كله table وهذا حيكون table مستقل، هذا حيكون هذا الكي تبعه الكوميتي وهي الانتيتي، وهذا أيضا حيكون هذا الانتيتي وهي الكي تبع table. طيب activity 10 قاعد يرجع على مثال الطلاب والكورسز، قاعد يقول لك إذا student صار مسموح له يدخل بكورس واحد فقط ايش اللي حيصير؟ الان العلاقه قبل شويه قبل هالمثال كانت many to many صح، لانه الطالب كان مسموح له يسجل باكثر من كورس. الان العلاقه صارت one to many، ليش؟ الستودنت يقدر ينزل كورس واحد بس الكورس الواحد فيه اكثر من طالب، فايش اللي حيصير هالمره؟ احنا قلنا joining tables نستعملها فقط اذا relation كانت many to many. بهالحالة حيصير كالتالي، هذا التيبل الأساسي تبع الستودنتس، أوكي، وضفنا عليه بالنهاية الكورس ID فقط، أوكي، ما في داعي نضيف الأتريبيوت تبع هذولا، ليش؟ لأنه لاحظوا هذا مكرر وهذا مكرر، فإذا حطينا الأتريبيوت وغيرنا أتريبيوت الـ E2 حنرجع مرة ثانية نعيد كل الأتريبيوت، أوكي، فصار عندنا تو تيبلز، هذا التيبل تبعه لا يزال موجود بس بعيد، وهذا التيبل الأول. بالتيبل الأول أخذنا فقط الكي من التيبل الثاني وحطيناه بهالتيبل، ليش؟ على أساس يكون في علاقة بين هذول وبين هذول، أوكي؟ فمرة ثانية العلاقة لاحظوا E2 منزله طالب رقم 3 و E2 منزله طالب رقم 5، أوكي؟ فالعلاقة من هنا one to many، أوكي؟ بالمقابل one مو منزل غير مادة واحدة، ونفس الحاجة بثلاثة وكل الطلاب، الطالب الواحد مو قاعد ينزل غير مادة واحدة، فمو محتاجين joining table بهالحالة، أخذنا الكي من التيبل الثاني وحطينا الكي لحاله هنا. بهالحالة بما أنه هذا كان كي هناك وحطيناه في مكان آخر على أساس نسوي relations، بهالحالة هذا نسميه foreign key، كي أجنبي، ماخذيه إحنا سارقيه من جدول ثاني. هذا الكي متى نستخدم foreign key؟ إذا كانت العلاقة one to many، أوكي؟ فمرة ثانية foreign key إذا كانت العلاقة one to many عندنا two entity tables، نأخذ key من واحد من الجداول ونحطه بالثاني على أساس نربط بيناتهم، وبهالحالة إحنا ألغينا الحاجة لاستخدام joining tables. الjoining tables نستخدمها فقط إذا كانت العلاقة many to many. طيب activity 11 يقول لك إذا التيبل السابق is to be normalized، طالب منا نسوي normalization كامل للتيبل السابق اللي هو، طيب إحنا قبل شوية فصلناها قلنا إنه هذا entity وهذا اتفقنا إنه attribute، هذا أيضا قلنا entity وهذا كمان attribute، فكيف صارت العلاقة؟ صار عندنا هذا جدول وهذا جدول ثاني، وإيش نسمي هالتيبلز هذه؟ entity tables، هذا entity table وهذا entity table ثاني، اوكي. طيب على اساس نربطهم صاروا منفصلين، علشان نربطهم احنا محتاجين ايش؟ ايش نوع العلاقه بين member و committee؟ خلينا نشوف planning في كم member، 1 2 3، اذا العلاقه 1 2 many. بالمقابل patel داخل بالplanning وباتيل ايضا داخل بالإدوكيشن، معناها ايضا صارت العلاقه 1 2 many، معناها صارت العلاقه overall many to many. فبهالحاله
نستخدم joining table. كيف حيكون شكل joining table؟ بالjoining table حيكون عندنا أول حاجة نأخذ الكي أو الانتيتي من الجدول الأول واللي هي committee، أوكي؟ ونأخذ entity أو الكي من التيبل الثاني واللي كانت member، صح ولا لا؟ طيب خلي نعبي هالجدول على أساس نفهم إيش اللي قاعد يصير. أول committee عندنا إيش كانت؟ كانت planning، أوكي؟ ف planning. طيب وبعدين الممبر اللي فيها جونز، أوكي؟ بعدين مرة ثانية planning والممبر اللي بعده كان باتيل، وبعدين planning وبعدين روبنسون، أوكي؟ طيب بعدها recreation، أوكي؟ جونز مرة ثانية، وبعدين recreation، وبعدين عندنا سميث، وبعدين education، وبعدين عندنا تيل كمان مرة، أوكي؟ فلاحظوا يا شباب مرة ثانية بالjoining table إيش اليونيك؟ مو planning لأنه قاعد يتكرر أكثر من مرة، ولا باتيل لأنه تكرر أكثر من مرة. اليونيك هو الكومبينيشن بين هذا وهذا، هذا وهذا، هالكومبينيشن هو اللي ما لازم يتكرر، أوكي؟ فهمنا الآن النورماليزيشن كيف يصير يا شباب؟ نحدد الانتيتيز، ناخذ احنا فلات داتابيس او تيبل، نحدد الانتيتيز، نحدد الاتريبيوتس، ونسوي تيبلز منفصله، وان تيبل بير انتيتي، اوكي، وهذا يكون الانتيتي تيبلز. بعدين حسب نوع العلاقه اذا كانت وان تو ماني ولا اذا كانت ماني تو ماني. اذا كانت ماني تو ماني نسوي جوينينج تيبل، ووضحنا لكم كيف. اذا كانت وان تو ماني بهالحاله ناخذ فورين كي من واحد من الجداول ونحطه بالثاني. فمرة ثانية نرجع نعيد، analysis بالdatabases is very important، خصوصا كل ما زادت الداتابيس حجما او complexity، اوكي؟ طيب يرجع يقول لك هنا الان احنا اذا استخدمنا مثلا مايكروسوفت اكسس واللي هو خاص بالداتابيسز، يقول لك اذا كان الداتابيس بسيطة اول ما تكتب لك كم من سطر مباشرة المايكروسوفت اكسس يبدأ يفهم إيش قاعد تحاول تسوي ويقترح عليك اقتراحات بحيث يضبط لك الداتابيس أوتوماتيكلي. بس كل ما زادت الداتابيس كومبلكسيتي وحجما صارت محتاجة human being بني آدم يحاول يقعد يفكر ويحلل ويطلع بأحسن نتيجة للداتابيس. نرجع مرة ثانية على الكويريز اللي قلنا استفهام أو استعلام، على أساس نطلع معلومة من الداتابيس تبعنا إحنا نسوي استفهام ويجينا الجواب، أوكي؟ الـ SQL الـ Query Language أو الـ SQL هي لغة لاستخراج المعلومات من الداتابيس، أوكي؟ خلينا نأخذ هالمثال. By the way الكود اللي بالأخضر هذا مو مطلوب منكم، بس على أساس تفهموا إيش اللي قاعد يصير، أوكي؟ طيب بالمثال قاعد يقول لك إحنا محتاجين نطلع الـ Family Names أسماء العائلات لكل الناس اللي مسجلين بكورس E2، أوكي؟ فإحنا عدنا ثلاث جداول، خلي أوضح لكم إياها. عدنا تيبل نسميها حسب الكتاب، أوكي؟ بالتيبل نمبر 2 هو اللي كان فيه الستودنتس، أوكي؟ student index، أوكي؟ والتيبل نمبر 3 حسب ترقيم الكتاب أيضا هو اللي كان فيه الكورس ID، والتيبل نمبر 4 هو كان joining table تبعنا join table، أوكي؟ فالآن باللغة، لغة الquery language إيش قاعد يقول لك؟ اللغة هذه by the way هي combination بين أشياء مفهومة لنا كبشر وشوية عمليات رياضية، بحيث بالنهاية الكمبيوتر لازم يفهمها ويطلع معلومات بناء عليها. فأول حاجة قاعد يقول لك select family name، أوكي؟ اختار الفاميلي نيم من وين؟ from table 2. من table 2 بعدين قاعد يقول لك join table 4، فما قاعد يقول لك اربط table 2 مع table 4. كيف نربطهم؟ يحدد لك هنا مرة ثانية، يقول لك student key table 2، هنا student key هو نفسه student key table number 4، اوكي؟ فعرف لك العلاقة، فصارت العلاقة زي ما أنتم شايفين بهالجدول هذا. لاحظوا أنتم هالجزء هذا، هالجزء هذا مأخوذ copy paste من table number 2، صح ولا لا؟
كان عندنا سيرة اندكس، بعدين فاميلي نيم، جيفن نيم، ادرس، وبوست كود. اوكي، بالمقابل من تيبل 4 اللي هو جوينينج تيبل احنا اخذنا هذه الحلقة اللي هي الكورس كود مع الستودنت اندكس، صح ولا لا؟ اوكي، فمرة ثانية هذا الجزء قاعد يقول لك من تيبل 2 هالجزء هو نفسه يساوي تيبل 4 علشان يربط لك اياهم كلهم مع بعض، صار زي تيبل كبير. هذا التيبل اللي انا رسمه مو حقيقي، بس على اساس تفهموا ايش اللي قاعد يصير لما نستخدم الكويري لانجويج. اوكي، طيب، فبعدين اخر حاجه يقول لك وير كورس كود از اي 2، فقاعد يقول لك لا تاخذ كل البيانات، خذ بس البيانات اللي الكورس كود فيها يساوي اي 2. فلاحظوا احنا فعلا ما اخذنا كل الجدول، بس الاي 2. نرجع مره ثانيه على اول حاجه، ايش كانت اول حاجه؟ سيلكت فاميلي نيم، واللي هو هذا. وصلت يا شباب؟ اوكي، ف بالكويري لانجويج احنا نسوي merging tables، ندمج الجداول مع بعض، ونستخدم constraints تحدد لنا هالعلاقة. من الconstraints اللي استخدمناها قلنا انه الكورس كود يساوي كذا كذا، وقلنا select family name هذا المطلوب. وضحت؟ اوكي، الان عندنا احنا modern databases عكس القديمة. بالmodern databases انواع الداتا، الداتا تايبس صارت اكثر. احنا قلنا اول حاجة كان عندنا text ونumbers ودates. الان بالmodern databases ضفنا عليها images وvideos وaudio. اوكي، فصارت مفيدة اكثر بالmodern databases. ايش امثلة databases تستخدم multimedia؟ فكروا انتو بالانترنت ايش تستخدموا. يوتيوب هو كله فيديوز وبرزنتيشنز، كلها محطوطة بويب سايت بطريقة داتابيس. اوكي، وانت تسوي بحث، هذا الكوري تبعهم، تسوي بحث ويطلع لك النتائج. اوكي، فاكتيفيتي 12 يقول لك لما نستخدم مالتي ميديا بالداتابيسز ايش المشاكل اللي ممكن تصير. اول حاجة الحجم، بالعادة احجام الفيديوز والاوديو فايلز مو صغيرة زي التكست او النمبرز او الديتس، بالعادة اكبر بمراحل. اوكي، فيقول لك واحدة من الحلول اللي نستخدمها انه بدل ما نحط المالتي ميديا نفسها بالداتابيس، لا احنا نستخدم لينكس، زي لينكس تبع الانترنت، يكون داخل صفحة لينك بس تكبس عليها توصلك الى مكان ثاني. فنفس المبدأ ممكن نستخدمه بالمودرن داتابيسز. بعدين احنا علشان نشوف التكست الديتس او النمبرز مباشرة نقدر نشوفهم ما عندنا مشاكل، بس بالفيديو والاوديو والايمجز احنا محتاجين سبيشال سوفت وير يكون انتجريتد مع الداتابيس على اساس يقدر يعرض لنا هالاشياء. اخر حاجة، انت لما تسوي بحث باليوتيوب، هل اليوتيوب قاعد يشغل الفيديو يسمع الكلام اللي قاعد ينقال بالفيديو علشان يربطه مع البحث تبعك؟ طبعا لا. الفيديوز هذولا بعد يكون فيه ليها names، يكون فيها ليها descriptions tags، فهذه كلها تدخل ضمن descriptions. فبالمالتي ميديا بالعادة على أساس نسهل البحث عليها والretrieval تبعها استخراجها مرة ثانية، إحنا نستخدم معها descriptions. أوكي، biometric data مرة ثانية حنتكلم عنها بعدين، بس يقول لك إنه biometric data مثل الايمجز الصور الشخصية ممكن نستخدمها أيضا، حطها داخل modern databases. biometric قلنا إيش كانت؟ بايو حيوي، ومتريك ميجرمنت. اوكي، فتقريبا قياسات حيويه. اكتيفيتي 13 مراجعه، خلينا نراجع وان شاء الله يا رب ما تفشلوني. وات ار ذا مين تايبس اوف داتابيسز؟ احنا قلنا في انواع من الداتابيسز، ايش كانت؟ كان في عندنا فلات داتابيسز وريليشنال داتابيسز، او اسمها الثانيه كانت تيبلز او داتابيسز. بعدين what is an entity؟ قلنا ال entity is a distinct thing، حاجة مميزة ممكن تكون tangible أو intangible. أوكي، الآن ال databases قلنا كل ما كبرت صارت معقدة جدا، فإحنا علشان نغطي التعقيد تبعها إحنا ما نتعامل مع ال databases مباشرة، ما نقعد نروح على system ونقول له طلع جداول اللي عندك ونقعد نقارن ونقراها، لا، علشان نغطي هالتعقيد تبعها insulating complexities احنا نستخدم forms زي الصورة اللي عندكم تحت. مثلا هنا انت تحط الانكويري تبعك، الكويري تحدد المتطلبات وهو يطلع لك النتائج بهالمنطقة مثلا. فهذا مثال من امثلة الفورم. فهالفورم هذا
صار انترفيس واجهة للداتابيس علشان تغطي التعقيدات. اوكي، فالديزاين تبع الفورم صار حاجة منفصلة عن الداتابيس الحقيقية. انت بكل بساطة نفس الداتابيس ممكن تصمم لها فورم جديدة بأي لحظة بدون ما توقف الداتابيس أو تغير عليها. اوكي، تستخدم بالفورم داخله ضمن الفورم داخليا بدون ما تشوفه، تستخدم كوري لانجوج وتحط انت واجهة تطبيقية لسهولة الاستخدام. فطبيعي نفس الداتابيس من وزارة لوزارة قاعدين يستخدموا نفس الداتابيس تبع نفس المواطنين، كل وزارة لها تطبيقاتها، فالفورمز هتختلف ايش المعطيات وايش النتائج، كل واحد حسب الاستخدام اللي قاعد يستخدمه. الفورمز ايضا ممكن تكون على شكل ويب براوزرز، بدل نستخدم فورمز نستخدم علشان نطلع ريزلتس والكويريز نطلع ويب براوزرز عن طريق ال HTML. مثلا انت لما تدخل على ال IMDb International Movie Database ولا تدخل على امازون، بالعادة اول ما تفتح الموقع تلاقي في فراغ ومحطوط جنبه سيرش، فمن السيرش انت تدخل الكويري تبعك وهو يطلع لك النتائج. بعض الويب سايتات يكون في ادفانس سيرش، يكون في تاريخ ويكون الاوثر ويكون بلا بلا بلا، يكون في كثير تفاصيل على اساس تحدد بالضبط ايش طلبك وهو يرجع لك التفاصيل. فممكن عن طريق الفورمز او بالانترنت عن طريق ال HTML. احنا الان كبشر يناسبنا جدا انه نظام التيبلز يكون في عندنا صفوف واعمده، وهذا نظام سهل علينا. بس بالكمبيوترات، الكمبيوترات ما تفهم هالنظام، الكمبيوترات محتاجة نظام خاص فيها علشان تفهم. فإحنا بالعادة بملفاتنا الجزء الواضح لنا يكون بالكمبيوتر مشفر بمعلومات مخفية على أساس الكمبيوتر يعرف يتعامل مع هالملفات. أوكي؟ الآن إحنا عندنا different databases. كيف؟ مايكروسوفت عندها solution databases، أوراكل عندها solution databases، غيرهم عندهم solutions databases. نفس المعلومات احنا قاعدين ندخلها بكل برنامج، بس كل برنامج قاعد يفهمها بطريقته الخاصة، يحطها يرتبها بطريقة مختلفة عن الثاني. اوكي، فهذولا مو بالسهولة يتفهموا. بعدين بالليجاسي problem قلنا ايش كانت الليجاسي؟ الليجاسي هي اجهزة قديمة احنا ما نقدر نستغني عنها. مثلا شركة فيها برنامج محاسبة ما يشغل غير على الويندوز 95. اوكي، ويندوز 95 بطل يشغل مع اي حاجة هالايام هذه. نجي نطوره على ويندوز 7 ولا ويندوز فيستا ولا حتى XP، ما يقبل، برنامج ما يشتغل. طب ايش الحل؟ هل برنامج فيه داتابيس كبيرة واحنا مو قادرين نستغني عنه، فمضطرين نترك كم جهاز بالشغل ويندوز 95 بس علشان هالسيستم يشتغل. فهذا مبدأ الليجاسي سيستم. ليجاسي سيستم هو سيستم اوريدي شغال عندك في معلومات مو قادر تستغني عنه، فلازم تترجم بينه وبين حاجة ثانية. ونفس الكلام ايضا بالداتابيسز، حتى الجداد عندك داتابيس من مايكروسوفت وداتابيس من اوراكل لازم تترجم. كيف يعني؟ انت الان عربي وجاي تتكلم مع واحد ياباني، كيف تتكلم معه؟ مباشرة حتقول لي محتاج مترجم، صح؟ طيب هالمترجم هذا ايش صفاته؟ يتكلم عربي وصيني؟ لا، لازم يتكلم ياباني على اساس يقدر يفهم على البني ادم الياباني، ولازم يتكلم عربي على اساس يقدر يفهم معنا. اوكي، فالطرف من هالمترجم لازم يركب على الداتابيس الاولى، والطرف الثاني لازم يركب على الداتابيس الثانيه. اوكي، فلازم هذا يكون المترجم تبعنا مصمم بعنايه. المترجم بحالتنا بالداتابيسز او حتى بالليجاسي سيستمز حنسميه XML او middleware، حنفصل على middleware بعد شويه. XML هي لغه زي الHTML ترمز الى مختصر من Extensible Markup Language. إيش معنات Extensible؟ أنتوا الآن شباب، هذا طبعا حاجة خارجية، بس أكيد سامعين مشاكل الآيفون والآيفون ما يشغل فلاش والحل وما نبغى فلاش. يجي ستيف جوبز صاحب شركة أبل يقول لك يا عمي إحنا ما نحتاج الفلاش، إحنا حنستنى HTML5 علشان نشغل فيديوز بدون مشاكل. طب ليش يستنى HTML5؟ ما إحنا أوريدي عندنا HTML4، ليش لازم HTML5؟ بال HTML كل فيرجن فيها ستاندرد غير قابلة للتغيير، فيها وظائف وفيها تعريف وانت ما تقدر تضيف من عندك. هذه ميزة ال XML Extensible، انت تقدر تعرف وظائف جديدة من عندك وتستخدمها مباشرة بدون مشاكل. اوكي، فال XML Flexible Adaptable، انت تقدر تلعب فيها
وتغيرها بحيث تخليها تترجم من داتابيس إلى داتابيس مختلفة، أو حتى من داتابيس إلى ليجاسي سيستم أو بالعكس. أوكي؟ XML تستخدم تاجينج. إحنا قبل شوية قلنا البرامج الكمبيوترات تستخدم hidden information على أساس تفهم إيش الملفات. فبال XML هل hidden information نسميها tags أو tagging، أوكي؟ على أساس تعرف إيش الوظيفة هذه أو إيش اللي قاعد يصير بالdocument. خلي نشرح شوية بالprinting زمان وإلى الآن. أنت لما تيجي تطبع document، أوكي؟ كلها text. كيف الطابعة تفهمها؟ هل تفهمها على أنها صورة؟ لا، الطابعات ما تفهم التكست على أنه صورة، الطابعات فعلا تستوعب التكست على أنه تكست. طيب أنت الآن لما تجي تكتب رسالة، أول رسالة العنوان يكون بخط كبير، بنص الكلام تكون الفقرة زايحة شوية عن الحافة اليسار أو عن اليمين، وبنص الكلام يكون عندك كلمة مثلا بولد ولا إيتالك. طيب كيف يفهمها؟ يقول لك خلي نفترض أنه هذه صفحة A4، أوكي؟ وهذه المنطقة اللي أنت قاعد تكتب فيها، أوكي؟ وهذا الكلام، أوكي؟ يقول لك بالprinting الستاندرد تبعه يستخدم extra hidden information تكون مخباية بالmargins، أوكي؟ بالمقابل XML يستخدم أيضا tags، بس هالtags تكون جاية مع التكست نفسه، أوكي؟ هذه تعرف هل تكست هذا والله بولد، هل تكست هذا الحجم تبعه كبير، وهكذا. اوكي الان باكتيفيتي 14 يقول لك what safeguard is needed if tags are embedded in the text itself. الان التاكس بطلت محطوطه على جنب، صارت مع التكست نفسه، علشان ما يخربط البرنامج بين التكست الحقيقي والتاكس. التاكس هذه تنحط باقواس بطريقه معينه بحيث تفهم انه هذه تاكس وما نخربطها مع التكست. اوكي الان XML مستخدمه بشكل أساسي بستار أوفيس. متذكرين ستار أوفيس يا شباب من المحاضرة الأولى؟ الستار أوفيس مبني على أساس الـ XML، وحسب علمي باي ذا واي الأوفيس مايكروسوفت أوفيس 2007 و2010 أيضا صاروا مبنيين على الـ XML لأنه لغة عظيمة. هذا جدول spreadsheets إحنا ماخذيه من ستار أوفيس، أوكي؟ لاحظين كيف الترتيب animal number cat dog 75 وهكذا. هذه لما نفتحها بتكست إديتر عادي، لاحظوا أنتوا الآن animal number cat 21، ملاحظين أنه أغلب الكلام هو tags. أغلب هالكلام هذا هو tags لل XML على أساس تفهم. لاحظ مثلا هنا عندك أنت text P وبعدين text P. الآن structure تبع ال XML لما تستخدم أي tag على أساس ما تخربطها بالtext العادي، لما تبدأ قبل الحاجة تحط أقواس، اوكي، وتكتب مثلا table ولا name ولا whatever. اوكي خلينا ناخذ هالمثال مثلا text p مره ثانيه. اوكي تكتب الكلام تبعك، وهذا اللي حينطبق عليه الفورماتنج تبع هالفانكشن. بعد ما تخلص ايضا تفتح نفس القوسين وتكتب نفس الكلام، بس علشان تفهموا انه احنا خلصنا تحطوا له هذه. اوكي شايفين كيف شكلها؟ يقول لك البرينتنج ستاندرد السابق وال XML standard هذا كله ال parent تبعهم، الأساس تبعهم لغة اسمها standard generalized markup language SGML. هذه الأساس اللي بدأ لنا كل حاجة. أوكي نرجع ل XML. يقول لك فوائدها الأهم هي أول حاجة إنها open standard. أنت بكل بساطة ممكن تستخدمها، أي شركة ممكن تستخدمها بدون ما تدفع عليها فلوس، بدون ما واحد يقول لك وين السورت كود، وين الكلام، ايش قاعد تسوي، ايش قاعد تعدل، ما عندك مشكله. اوبن سورس. الحاجه الثانيه انها ادابتبل. اتفقنا قبل شويه انه انت تقدر تعرف فانكشنز وظائف جديده من عندك، بس تكتب الديفينيشن تبعها التعريف وبعدين تبدا تستخدمها بتاجز جديده، تسوي وظائف جديده تماما من عندك. اوكي مو مربوط بستاندرد زي ال HTML. بس يقول لك مع كل هالمزايا الحلوة XML لا تزال محدودة القدرات، تقدر تحل لنا بعض المشاكل، كثير من المشاكل، بس مو كل المشاكل. فبهالحالة احنا مضطرين نستخدم middleware. متذكرين لما تكلمنا عن المترجم اللي لازم يتكلم عربي وياباني؟ نفس الكلام هنا بالmiddleware. middle معناها وسط، where معناها برامج. اوكي فالmiddleware يجي بين حاجة وبين حاجة ثانية ويترجم بيناتهم. طرف منه يركب على الداتابيس الاولى ويفهمها تماما، يوصلها معلومات وياخذ منها معلومات، والطرف الثاني يركب على الجهه الثانيه
وبنفس الطريقة أيضا يتفاهم معها. فالميدلوير هذا إحنا عندنا كثير قواعد بيانات، وحتى لما نقول مايكروسوفت 2007 غير 2010 غير 2000 غير 2003، وكل واحد يختلف عن الثاني. فالميدلوير لازم يكون very specific على أساس يترجم من حاجة للثانية، بالعادة يكون نادر، فأحيانا نضطر نشتري إذا كان موجود، إذا ما كان موجود نضطر نبنيه من الأساس. أوكي؟ طيب الآن ننتقل لحاجة ثانية مهمة أيضا بالـ e-government systems، web services. مبدأ الـ web services اللي حنشرحه هذا موجود بالـ software development، مبدأ مهم جدا. إحنا مثلا الآن بالسعودية نستخدم نظام سداد على أساس نسدد الفواتير تبعنا أو المشتريات. طيب هل معقول في على الأقل 20-40 سايت كلهم يتعاملوا مع سداد؟ هل معقول الكود تبع سداد هذا نرجع نكتبه لكل موقع من أول جديد؟ أكيد مو منطقي. الكود هذا تبع سداد انكتب مرة واحدة ونفسه استخدم في أكثر من مكان. أوكي؟ فهذه فكرة الريوزابل، إنه قاعدين نستخدم الكود بنفس الطريقة بأكثر من مكان. وسيلف كونتيند بمعنى إنه ما يدخل التعقيد تبعه بأشياء ثانية. ببساطة تقدر تعتبره زي غرفة مسكرة والباب مسكر وما تقدر تدخل غير بالمفتاح. إذا معك المفتاح معناها تقدر تدخل الغرفة وتتفهم مع اللي داخلها أو يتفهموا معك. أوكي؟ فهذول الويب سيرفيسز بالعادة تكون ريوزابل سيلف كونتيند، نقدر نستخدم أكثر من ويب سيرفيس نجمعها مع بعض بحيث نطلع ويب سايت. ما عدنا زي أول نقعد سنتين نطور بويب سايت، لا، صار في عندنا ويب سيرفيسز جاهزة نركب هذه جنب هذه جنب هذه، خلال 10 أيام خلال شهرين بالكثير نكون طالعين ويب سايت متكامل. أوكي؟ أمثلتها مثلا الكرنسي كالكوليترز بكثير مواقع، نفس الكرنسي كالكوليتر. سداد خدمة التواريخ تحويل الهجري إلى الميلادي وبالعكس. هذه كلها أمثلة self contained codes موجودة already، إحنا بس نسوي لها reuse نستخدمها مرة ثانية وهي self contained. فلما نسوي integration بين كذا web service إحنا نطلع platform كامل متنوع وكبير. عندنا الويب سيرفيسز، الأمثلة اللي عندكم بالكتاب هي authentication of identity اللوجن لما تسوي لوجن على أي ويب سايت، الكرنسي conversion، الشيبينج بروسيسنج ومن هالكذا. الآن عندنا موضوع هو الـ EGIF. E اتفقنا electronic، G كانت government، I معناها interoperability، operability معناها قدرة العمل، inter معناها بين اثنين، فانتر اوبرابيلتي معناها حاجتين قادرة تتفهم مع بعض وتشتغل مع بعض. اوكي؟ والاف معناها فريمورك. فالاي جوفرمنت انتر اوبرابيلتي فريمورك هذه ببريطانيا عبارة عن ستاندرد، قاعدين يقولون للحكومة انه كل القطاعات المختلفة وكل الجهات الحكومية المختلفة لما يجوا يسووا ويب سايت لازم يستخدموا الستاندرد الفلاني، لما نيجي يسوي داتابيس لازم يستخدموا الستاندرد الفلاني. ليش؟ على أساس لما نيجي نسوي بالنهاية انتجريشن بين كل هالخدمات ما نقعد نتبهذل وندور على ميدلوير وإكسيمل، كل واحد فاهم الثاني بدون أي مشاكل. أوكي؟ نفس الكلام أيضا قاعدين شوية شوية يطبقوه في أوروبا كلها، European Electronic Government Interoperability Framework. في كالعادة كل حاجة لها advantages ولها disadvantages. فيقول لك المشاكل اللي ممكن تصير من سهولة النقل بين الأقسام المختلفة، يقول لك إنه مو دائما مصلحة الناس. أنت الآن مثلا لما تيجي تسدد عن طريق الكريدت كارد على الإنترنت، تشتري حاجة وتسدد كريدت كارد، أنت بس تحط اسمك ورقم البطاقة، تتفاجأ إنه الجماعة عارفين عنك كثير معلومات. طب هالمعلومات ما تخصهم، ما المفروض يعرفوها؟ أوكي؟ فهذه جزء بالبرايفسي، إنه مشكلة قاعد الحكومات صارت تعرف عنك كثير تفاصيل المفروض تعرفها ما تهمها، فليش قاعدة تعرفها؟ الحاجة الثانية availability to private companies، كلنا عارفين SCC كانت شركة قطاع حكومي بعدين صار لها خصخصة وصارت قطاع خاص. طيب احنا عارفين الآن انه تسريب المعلومات مثلا من الدولة عليها قوانين وعقوبات واضحة ومشكلة، بس بالقطاع الخاص اغلب الأحوال أسوأ حاجة ممكن يسووها يطردوا البني آدم والمعلومات اللي نشرها وطيرها. فعندنا concern انه المعلومات هذه لما توصل الى private companies ممكن يستخدموها بطرق مضرة لنا، دعايات
يبيعوها مرة ثانية أو غيره. Data Modeling أيضا لها علاقة بالDatabases والAnalysis. الفكرة هي أنه المعلومات كيف نجمعها، المعلومات إيش اللي يهمنا منها، كيف بالنهاية نرتب المعلومات. Again نفس المعلومات ممكن يأخذ نعطيها الجهتين، كل جهة تطلع موديل خاص فيها. فالفكرة أنه كيف نشكل هالمعلومات بحيث تخدمنا بأفضل طريقة، هذه هي فكرة Data Modeling. أوكي؟ نرجع نعدل شوية أمثلة من الداتابيسز. يقول لك الداتابيسز أغلب الويب سايتات إذا مو كلها من أي درجة من التعقيد هي الباكراوند تبع الويب سايتس، مثلا اي جوفرمنت بروجكتس، البيلينج سيستمز، الفواتير، البنوك، هذه كلها عندها داتابيسز عن حساباتنا، عن أسماءنا، عن العمليات اللي سويناها، البوكينج سيستمز تبع الطيران، البيرسونال ريكوردز هيلد باي بانكس، كريدت كارد كومبانيز. بعدين يقول لك الداتابيسز حتى بأشياء ما تخطر ببالك أيضا موجودة، مثلا بالإنترنت. إحنا الآن بالإنترنت، الإنترنت هي عبارة عن سيرفرز أو نودز بكل مكان، هذه نود، هذه نود، هذه نود، هذه نود، نودز، 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 كلها موصولة ببعض ومشبوكة مع بعض. طيب إحنا لما نسوي راتينج للداتا، هالداتا ماشية هنا، ماشية هنا، ماشية هنا، توصل هناك، صح؟ طيب هالسيرفر هذا شغال ولا لا؟ هالسيرفر بطيء؟ هالسيرفر في صيانة بعد يوم ولا بعد ساعتين؟ طيب هالمعلومات هذه احنا لازم نرتبها بداتابيس. اوكي، فمرة ثانية حتى بالانترنت في ايضا داتابيسز، وايضا بالالكترونيك سيستمز اوف بيرسونال ايدنتيفيكيشن، وهذا حيكون موضوع المحاضرة الجاية ان شاء الله. بهالشكل نكون خلصنا هالمحاضرة، بالتوفيق ان شاء الله.